اسفين يا خال ان احنا ما قلنالكش على عمليه قريبك ده. انت عارف كان في تعليمات بكده. تعليمات ليه؟ يعني عشان الموقف كان محرج بالنسبه لك. كانوا خايفين ابلغه لياخد باله مثلا؟ والله ده لو اخويا وثبت لي انه بيتاجر في المخدرات كنت هقبض عليه بنفسه وانا ضميري مرتاح. يا خال يمكن سعد بيه ما كانش عايز يسبب لك اي حرج مع اهل مراتك، وخصوصا لو كنت انت اللي قبضت على الاسم وبرعي ده، كانوا اكيد هيزعلوا منك. اللي يزعل هو حر. انا يوم ما خدت بنتهم كانوا عارفين ان انا ضابط في مكافحه المخدرات، واول مره اخش بيتهم كنت داخل افتشه وكان معايا سعد بيه. لكن انت عمرك ما شكيت في برعي ده؟ اشك فيه ازاي وانا عمري ما اتعاملت معاه؟ غريبه قوي يا خال، ازاي الحاج ما شكش فيه الفتره دي كلها؟ ازاي ده يحصل؟ مخها شد. ازاي برعي يقع وبالسهوله دي؟ الا ده كان حد كان مرتب له. ده اللي ما في حد لحق يبلغنا من المكتب. ما هو ده الشغل على مستوى عالي قوي يا حاج، وبصراحه بقى هو يستاهله. انا طبعا كنت ناوي ادبه بس مش بالشكل ده. معقول يتقفش بفردتين حشيش؟ ما هو ما كانش فيه طريقه غير كده يا حاج بصراحه. يعني ايه؟ انا اول ما عرفت انه خاننا ولعب بينا انا اللي وضبت كل ده عشان نخلص منه. ايه؟ انت عايز تقول ان انت اللي عملت كده؟ ايوه. ايه رايك؟ رايي ايه؟ وليه ما قلتليش انا اصلا؟ ما انا كنت ناوي ادبه بمعرفتي. ايه؟ غلط؟ غلط. انت لسه بتسأل؟ غلط وستين غلط. يا ابني كده انت اذيتنا كلنا. ليه يعني؟ هو ما يستاهلش. وافرض يستاهل، افرض تقوم تجيب البوليس لحد عندنا. البوليس نفذ اللي انا رتبته وراح لحاله. راح لحاله ده ايه؟ بالعكس، البوليس دلوقتي حط عينيه علينا. لا 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 لا، احنا ملناش اي دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ هو برعي ده يبقى مين؟ مش جوز بنتي ودراعي اليمين؟ وفي نفس الوقت يبقى جوز اختك ودراعك اليمين؟ انت عارف ده معناه ايه يا فندي يا متعلم؟ معناه ايه يعني؟ معناه ان البوليس هيحط عنده دلوقتي ان احنا ممكن نكون تجار مخدرات. وشوف وضع جوز اختك بقى وسط زمايله اما يعرف ان عديله طلع تاجر حشيش. يا ابني انت قلبت الترابيزه علينا كلنا بالشكل ده. انا مش فاهم انت خايف كده ليه؟ يا حاج احنا سمعتنا نظيفه. وكان لزومه ايه تعمل ده؟ طب تعالى شورني قولي. الله، انت فاكر يعني ان البوليس دلوقتي هيسكت؟ يا ابني كان في مليون طريقه نقدم بيها النيله برعي ده. ما تخافش يا حاج. ما تخافش ده ايه؟ انت فاهم حاجه؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس. لا اله الا الله. اسمع يا ابني، احنا لازم نوقف الشغل كام شهر كده. انا مش عايز كيلو واحد يطلع من عندنا في الفتره اللي جايه دي. وطلبات التجار يستنوا علينا شويه لغايه ما نشتغل. دول دافعين مقدم. اللي مش عاجبه رجع له فلوسه. الله، امال انا ضحيت ليه واتجوزت البنت دي، بنت عمنا عمي ابو شنب؟ مش عشان يبعدهم عننا؟ تبعدهم عننا؟ ما انت اتنيلت على عينك ورجعتهم قدامنا تاني. لا اله الا الله. يا ابن احمد افهم، انت لسه قدامك كتير قوي على ما تفهم شغلنا ده وتتودك فيه.